مع مين بدي أحكي؟ ما في حدا أبدا. أيها الحق لم تترك لي صديق، ومني بحاجة إلى أي حدا. يلي مع الله ما بده عبد الله، بس بحاجة لجار، الجار للجار لو جار. أنا وحدي، نحن اثنين بلبنان بس، ناطرة تيجي اثنين بعد لحن بالأم العربية ويرجعوا. ضيعة اسمها حيطورة، وهو وحده يلي قدر خدم أمه وبيه توني وجاد ومنصور ومريم. منعيش وحدنا في اللحمة في سلطان مخفي، ما بدنا حدا. إذا منلتقى شي عشرة بلبنان بتتوفر كل الإمكانيات، أو بقعد أنا بالرملية مع فتوى بصمت صمت العارفين. بس عالمي في ناس عايشين، وفي منهم عالنفس عالبرانا المن والسلوى. هلأ زمن الكرة الأرضية عم تهتز، ودمار شامل كل من عليها فان. الكتاب يلي اسمه الثورة، عدوا تقروا أي كتاب. هلأ عم برجع كل كتب مريم بتقروها بخط إيدي، لأنه اللي عملوا لها تايبينج يعني ودقوها مش من القلب. هلأ أنا فايض، النهر ينهر، كل لحظة عندي كلام جديد، لأنه فكري فاضي ومرتاح، ما علي دين لا مادي ولا معنوي، ولني بحاجة إلى أي إنسان. حتى منصور تتركه بروح، ما بدي حدا. فرادا أتيتم، فرادا تعيشون، وفرادا ترحلون. الله حط هالسر بالإنسان. لا المسيح مسيحي، ولا محمد محمدي، ولا بودا بودي. كلنا وسيلة وسيولة بإيدين هالوجود. الله منه اسم، فعل الوجود والسجود والمفقود والمعبود ما له اسم. هالتسعة وتسعين اسمه صفة وفعل فينا. بس شو عم تعمل مريم كل يوم لمريم، كل يوم لأم الأرض، كل يوم لحسن الخاتمة؟ ما فيني شوف ناس على الطريق، هذا بيبزع على الطريق، هذا بيكب الدخان، هي بتكب الحفاضة، بتعمل هكذا. ما في أمل، خاطبوا الناس على قدر عقولهم. بس ما عندي أمل بأمة العرب. فرد وحدي من السعودية اسمها فوزية، كان عندي أمل بالكويت. لا، كلهم راكدين وين بدهم يشكوا الواوا. وانكحوا مطابة، شو ما عملت يكون عندك وعي، يكون عندك يقين، تعرف. قال له كل يوم بتروح عند مرتك ومع ألزهايمر، ما بتعرفك. قال له بس أنا بعرفها. الإنسان منه جسد، الجسد من التراب إلى التراب، بس بده يكون عندنا علم ومعرفة للخشوع. ما في شي بيخلق ولا بيموت. كل يوم كل لحظة في مقام أنت مع الحي القيوم. يلي بيعيش معي بالبيت بتشوفوا إشارات، ما أنا بقلكم أنتوا بتشوفوا. الشمس شيرة والناس إيشا خلاص. بس قلبي من ضعفي بيشتاق إلى جماعة، بيشتاق إلى اثنين ثلاثة. المسيح بعتنا اثنين اثنين، إذا كنتوا ثلاثة بتصيروا تسرسروا. فإذن أنت شو فيك تعمل، أنت شو فيك؟ ما فيني أخبركم، يعني حرام حرام. سروي كبيرة، سروي كبيرة، كل شي بكتبوه أو كل شي بتبعتوه، لأنه الوجود عم بيحكي من خلالنا. هيدا الكتاب يلي هلأ سميته بق البحصة ودق البعصة، ما فيني إلكم، ما فيني أخبركم. مش إنسان عم بيكتب ولا إنسان عم بيقرأ. بكرة ببعث لكم إياه. بس لمين عم ترمي هالمجوهرات يا مريم؟ على مين عم تقرأ مزاميرك يا داود؟ برك بنيو تي في منشيل شوي هالغفران ومنحط بق البحصة، لأنه فيها علم قوي كتير، وما حدا عطاني الحرية مثل تحسين. برا كلهم بيدفعوا بالملايين وبالمليارات، تعطوني الحرية؟ لا خلاص. كلنا خلقنا أحرار من طلب الحكمة. منك بحاجة أبدا، الحاجة أم الاختراع. أنت اخترع واكتشف وشوف شو هالثروة اللي فيك.
هي أمين منتحاسب ومنتحاكم عليها بشخير الموت. كل واحد منا يسأل حاله، ما فيني أخبركم، ما فيني أخبركم شو في بهالكتاب، انتو لازم تقعدوا تقروه وتفهموه. قالوا لي 50 سنة عم بقرأ القرآن، كم مرة صرت قري؟ قالوا بعدني بأول آية. وأنا هيك آخر كلمة حطيتها، يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي، ما فيني أقراها، ما فيكون، لأن ثروة كبيرة وهالثروة محطوطة لكل الناس. إيدي برجف بس كون عم بقرأ، برجف بس كون عم فكر. يا حبيبي، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام، يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه 10 أجزاء، 9 منها في اعتزال الناس وواحدة في الصمت. تعب هيدا، تعب فبكى ولجأ إلى الحائط نحو ليشكو لربه قسوة البشر. رمز المسيح خلق بالمغارة الحيوانات، عندهم رحمة، عندهم فهم، ما حدا بيعمل حرب منهم، ما حدا بيقتل التاني. شوفوا هالصورة، كلنا كنا نسميهم عبيد، فستق عبيد، كم عبدي عندك؟ وقت بتقول عبد الله منه عبد، عابد الله، كلنا عباد الله. يا حبيب قلبي شو بدي قلكن، ما فيني خبركن، يعني في صفحات محطوطة، يا الله يا الله يا الله، ما فيك ما فيك ما فيك ما تعرف. لك هالبنت بتقشع بالبصيرة، بعتت لي هالنكتة، واحد عنده 9 عيال سمع انه في جائزة 1,000,000 ريال يلي عنده 10 عيال، قال لها لمرته ليك اسمع انا من زمان عملت غلطة، رح روح جيب ابني واجي بصير عنا، بصير عنا 1,000,000 دينار 1,000,000 ريال 1,000,000. راحت واجا قال لها وين الولاد؟ قالت له كل رجال اجا اخذ ابنه. لو ما ان حقيقة بيحكوها لحيب النوايا. قال له يا ابني بحياتك لا تتنازل عن 3، تاكل افضل الطعام وتنام على افضل فرشه وتسكن بافضل البيوت. قال له البي لابنه، قال له ابنه نحن فقراء فكيف لي ان افعل ذلك؟ قال له بيو، اذا اكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تاكله افضل طعام، نحن قوم لا ناكل حتى نجوع 3 على القليله، واذا عملت كثير ونمت وانت متعبين سيكون فراشك افضل فراش، النعس بياخذك عن النوم. واذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم وبهذا تكون سكنت في افضل البيوت. وين هن هالبيات؟ وين هالامات؟ اليوم بكل بيت في خادمه، وخادمه للكلب، ما بقى فيها شباب، فيها كلاب على الطريق، ويا خرى الكلاب. ما بقى فيك ابدا تفكر انه تقدر تعمل اي عمل. محشش كان عم بيولع عود كبريت، قال له صاحبه هيدا يمكن بايز، قال له بايز ازاي؟ دي انا لسه مولعه من شويه. حلو المحششين، ملوخيه كانت بس الملوكيه للملوك، لانه كل ورق بيشبه الرئه، هو مثل النعنع البري، الملوخيه، الحشيشه بامريكا مسموحه، كوكايين وهيروين ونيكوتين. قال له شو ذنب نيكوتين؟ كانت نيكو. حلوه اللغه العربيه، غنيه كثير. نعم شكرناك وحمدناك، بس انطون مانك مهضومه، عجوز ارمله مريضه نفسيا. قال له الدكتور لابنه رح شوف لها شي واحد عمره 50 وجوزيها. راح ولد قال له يما ما لقيت ابدا يما واحد ابو 50. قالت له طيب يا وليدي شف لي 2 25 كل واحد. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي شو بدي اقرا لكم اياها، صعب كتير. لذلك يقال عن اللغة العربية بانها بحر من نور الانوار ومن سر الاسرار.
ألم 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 بدائه إن أن 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 أواني. التفسير هو ألم 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 بدائه بمعنى وجع أحاط به لم أعلم بمرض. إن أن آن 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 شفاؤه يعني بمعنى إذا توجع صاحب الألم حان وقت شفائه. هيدا كتار يلي بدها ترجع سوريا تحيي العالم ماديا معنويا بلاد الشام واليمن. انت شامة جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرة. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا. بلغ إيه اختبره الاختبار سبق التعبير. تلفزيوناتنا كلها عم تقتل الحقيقة بس الحقيقة ما بتموت إلى جوانح بتطير لعند أصحابها. ما فيني كل يوم كل لحظة نسأل حالنا شو عم نعمل. يا الله يوم يبدأ بالحمد ما أجمله وقلب يسكنه الحمد ما أسعده ولسان يلهج بالحمد ما أعظمه. فكن حامدا بكل ما تملك فالحمد يثقل الميزان. إن شاء الله نقدر نعمل ومنا صعب أبدا. فيني يكون عنا موقع بيت الله بيت الإنسان وبيت مريم نور مر ويم نور وثلاثتنا كل واحد منا بهالبيت مختلف عن التاني ومنكفي بعضنا. نعم اختلاف أمتي رحمة. حريم مشتكين على بعضهم بالمحكمة قال القاضي أكبر وحدة فيكم تتكلم. وإلى هذه اللحظة هو ملف القضية مغلق ما حدا بدي يقول قديش عمره. لازم نضل صغار يعني مش هناك. عمليات التجميل بلشت بالأنف عنا ضيعة اسمها أنفة وهالوجه غير هالوجه. هالعلم عند جورج بيرجاف. كلنا لازم نرجع اقرأ أيها العربي قد ما فيكم. قال لها لمرته شو بكي ما عم تطبخي هالأيام؟ قالت له طنجرة الضغط عندي بتصوفر وقالوا لنا إنه التصفير حرام. قال لها خذي طنجرة الضغط وروحي عند أهلك بس يعملوا طنجرة ضغط بتأذن بترجع بتجيبيها وبتجي. مهضوم النكت اللي منا جلقة. يا حبيب قلبي نرجو تأجيل نقاش من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار إلى يوم القيامة مع تحيات إنسان يريد أن يعيش بسلام. شو النقاش اللي عم تعملوه؟ وهي مزبوطة. إلقاء القبض مهم جدا جدا. لا القبض على مواطن لبناني يعيش في لبنان منذ أكثر من 10 سنوات وما بيعاني من الضغط أو السكري أو أي تأثيرات كمان نفسية ولا حتى وجع راس قد أحيل للتحقيق لمعرفة أسباب راحته. يا حبيب قلب حلو النكتة اللي بتخليك تفكر معهم حق. لازم كلنا نكون مرضى كلنا عم ناخد أدوية. واحد ما بياخد دواء يعني غريب عجيب. أنا عمري 27 سنة عم موت بالمستشفى كنت هون وحدة جابت لي كتاب زين ميكروبيوتيك من أول ما قريت شوي قال لي بكرة عمليتك ومن وقتها غذائكم دواءكم ودواءكم غذائكم مضغ 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 بشيلك من كل بلاد بني الحجاز. بس مين بده يقرأ ويفهم ويختبر ويشارك؟ كل ما شاركت بترجع لك 10 أضعاف. نعم مش على البيت راسه بيوجع. وقالت له مرته شو بيك؟ قال لا مشكلة بهالشركة اللي عندي. قالت له بس أنا بحبك لا بقى تقول هالشركة قول شركتنا بيتنا هيك. أنا قال لا طيب بشركتنا السكرتيرة حبلت منها. يا حبيبي انت هل تعلم انه الحكمة الشهيرة رضا الناس غاية لا تدرك دائما يتناقلها الناس مبتورة
وغير مكتملة، وإنها بتكملتها من أروع الحكم، وهي من أقوال الإمام علي: يا حبيبي أنت. قال: رضا الناس غاية لا تدرك، ورضا الله غاية لا تترك. فاترك ما لا يدرك وادرك ما لا يترك. يا حبيبي، إذا أنا الأرمنية قلبي عم بيرقص فيها، كيف أنتو كلكن أفهم مني؟ إن شاء الله إن شاء الله الواب اللي منعمله نحن هلأ اتنين بالبيت، منصور ورا الكاميرا ومريم هون، إذا قدرنا عمنا واب خلص على هالموقع منوقع ومنرتفع كلنا، وما قدرنا محمد كيلاني بشار أنطون كلهم بيقدروا. التلميذ: مس بليز ممكن روح على الحمام؟ قالت له المعلمة: أكيد، بس لأنك سألتني بتزيد. قال التلميذ: شكرا عن جد، لأنه بيضاتي رح يتفجروا. اتركوا الأولاد تحكي مثل ما هي بتحس. يعني مرة واحد قتل حماته، قال له القاضي: شو اسمك؟ قال له: كتب فعل صالح. فعل اسمه فعل صالح. رئيس دولة صغيرة راح على الصين، قال له: نحن بالصين هون 900 مليون، انتوا قديه؟ قال له: 30,000. قال له: لا، جاي وحدة، جيبهم معك ليلة مرة. هلا حطوا ايسلند، وايسلند عم تاخد شباب بنعخاص لبنانية لأنه شاطرين. قال: أصدر من غيرهم، بدهم شباب يروحوا هونيك يتجوزوا لأنه الايسلند رح توقع، وبيعطوا 5,000 دولار كل شهر، ما بيزوم تعمل شيء أبدا. يا حبيب قلبي، قصص حلوة كتير كلها رح تكون على الموقع إن شاء الله قريبا. ما فيني خبركم، حرام إنه واحد يكون عنده هالمعرفة مش معلومات. ما بدنا معلومات يا أخوتي أبدا، بدنا المعرفة. ولد عم بيسأل أمه: ماما مين جاب التلاجة؟ جارتنا. جارتنا قالت لي إنه في واحد فوق بيتنا، طلعت لعنده هو جابها. مين جاب هاي الغرفة؟ جارنا اللي هونيك. ومين جاب هاي هونيك هونيك؟ والبابا شو جاب؟ قلت له: لو بدي اتكل عبيا كنت ما كنت جيت. هيدي هالحقيقة. نعم، في وحدة ختيارة بدها تروح عزة، بالغلط فاتت عبات وبناية فيها دعارة، اغتصبوها هي وطالعة، قالت لهم: التعزية عندكم 3 أيام، ما هيك؟ قويها ما أكبروا ما أكبروا، قويها مدندل ما أحلى منظروا، قويها كل النسوان حسدوني عليه، قويها ما حدا غيري رح ياكلوا، لي 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 لي. فلاح عم تقطف عنقود عنب. نحن هيك نيتنا يعني يا حبيبي. ليك هون محشش راح على المكتبة العامة وأخذ كتاب وقري من أوله لآخره، وقام بده يرجعه لأمين المكتب يسأله: دخلك هيدا الكتاب فيه شخصيات كتير بس ما فهمت شي من هالموضوعات اللي فيه؟ رد أمين المكتب قال له: يا زلمة خلي دفتر التليفونات محله وانقبر لبرا، أنت صلنا 4 ساعات عم نفتش عليه. هول محششين مهضومين، ما تكون نكتتهم جلقة. تعرف هيدا محشش قال لمرته: إذا مت تجوزي ابن عمي محمود. قالت له: لهالدرجة بتحب ابن عمك؟ قال لها: لا، بس بزمانه بيعني سيارة وخزقني فيها، قلت برد له الخزوق ب10. يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي، هيك كل يوم إذا فينا نقعد نص ساعة، وبهالنص ساعة ما فيني أخبركم، رح تسمعوا عم تشوفون عم تسمعون، وهو من قلبنا لقلبنا، والصدقة بترجع 10 مرات، الإساءة مرة بس. قال: ختيارة سهراني مع جوزها، شربت من نصية عرق، زهزهت، قربت لحد وفكت له السحاب، طلعت شوي ورجعت سكرت السحاب. هلا شو حنيتي؟ قالت له: لا، بس سمعت انه زيارة الموتى واجب. ها، ما فيني اخبركم، في وحدة راحت لعند الطبيب، نامت معه، بس خلصت سألته قالت له: انت دكتور بنج؟ انصدم. قال لها: ايه، كيف عرفتي؟ قالت له: لأني ما حسيت شيء. قالت له: وحدي سمعت إنه جارنا يلي تحت نايم مع كل نسوان البناية إلا وحدي. قال لها: إيه؟ قالت له: أكيد هيدي الزنخة يلي بالطابق الثاني، ما حدا بيطيقها غيري كلهم. انتبهوا،
صار في حريقة بالبنية. فات دغري طلع أولاده، طلع مرته، وكيف عنده جاره طلعه، وبعدين فات ويطلع ما يطلع حدا، ما يطلع حدا، ولبسوا بيت في حريقة ما بقى عم بتطلع حدا. قال له حميتي جوا عم بقلبها. نعم. مرة كان في خوري مضطر يترك الكنيسة بضع ساعات، قال له ليك برجع هلأ، انت بس يجي واحد هيدا عمل زنا هيدا هيك يعني $5 $10 وهيك. اجا لقاه ناطط فوق مرة، قال له شو بك؟ قال له يا خيي ما معي تردلها، قلت بردلها اياهم. رجع الخوري بعد ساعتين شاف الشيخ نايم فوق المرة. الخوري قال له شو عم تعمل يا زلمة؟ قال له كل يلي اعترفوا دفعوا $5 لكل عملية زنا، هيدي ارتكبت الزنا 3 مرات وعطيتني $20، ما بقي معي صرافة، رجعت لها الباقي. في مطرح على جوجل بيسبوا برجال الدين اشياء مهضومة كتير، وبس ما بيحكوا عن العرب والمسلمين. اما مشايخ مسلمة قالوا له نحن رجال كمان، نحن بشر بنغلط، وحطوا النكت المهضومة كمان عنا نحن، شو بيصير فينا وشو بنعمل. مثل في وحدة قال طلقني الخوري، بس هلا مين بيطلقني من الخوري يعني. دخل أمريكاني على المطعم وعلق كبوته ووضع عليه ورقة وكتب فيها هل ما كبوت خاص ببطل الملاكمة وسيعود بعد 10 دقائق، ولما عاد لم يجد المعطف، رأى مكانه ورقة كتب فيها أخذ المعطف والكبوت يعني بطل الجري ولن يعود أبدا. نعم. قالت المرأة لجوزها لم تعد تأتيني بشيء مثل ما كنت عليه بأيام الخطبة، هلا لقيتي لك شي صيد بس يتصيد سمكة بيرجع يتصيدها. حكموا على رجل بالإعدام، قالوا له أي متى بدك التنفيذ؟ قال لهم بريده بدي أنا قبل ما أموت أكل عنقود عنب. قالوا له هي مش موسم العنب. قال لهم أنا ماني مستعجل. الأول قال ما بنسى معروف الرجال الطيب ما زالني بعدني طيب. قال له مين أنقذ حدا من الموت؟ قال له لا، هو هيدا الطبيب يلي عالج عمي، ميت عمي وأنا وردته. هجوب أرمني، قال له يا خي ما في شي مزبوط بدكم $2000 كرمال مرتي لأنه ولدت. قال له نعم مرتك سيزاريان. قال له لا، مرتي منا سيزاريان، نحن سركسيان. ومثل ما في واحد أرمني قال أسلم، حجب ولاده الصبيان وقام راح على مكة تيحج. قالوا له أرتين شو هاللي أخذها معك؟ أخذ معه وسكة. قال لهم بدل ما أنا أروح طوف حول مكة، مكة بيجي بيطوف حولي. ما هضومين. قال أبو العبد راح مرة يقص شعره عند الحلاق، قال له طيب دخلك شو قال امبارح المطران؟ قال له هيدا حلاق هون ما بتحكي عن الدين. قال له معك حق، دخلك امبارح كان عم بيقول وليد جنبلاط هيك. قال له ما بتحكي عن السياسه. قال له فينا نحكي سكس؟ قال له ايه فيك تحكي سكس. قال له فيك وبهالمحل، هي فيك وبهالمحل، هيدا السكس تبعه. حليب بدون دسم، بنزين بدون رصاص، قهوه بدون كافيين، سجاير بدون نيكوتين. اي متى رح يصير عنا حكومات بدون سرائين؟ لما بيسرق احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي.